شوف ازاي نعمل سلطة البتنجان بفكر جديد على الطريقة المغازية غير اللي احنا متعودين عليها. معانا بتنجان، معانا توم، معانا بقدونس، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل بعزيت زيتون وعصير حامض، ومعانا بتنجانية، معانا كرومباية حمرا كده، كرومب اللي هو الكابوتشا المعروف في السوق. نشوف نقدمها ازاي. حلو الكلام. التقديم في السلطات بالذات مطلوب يكون الشكل جديد، ومطلوب انك تغيري من الشكل قدام ولادك. نولع الزيت بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. اهم حاجه يا امي، اهم حاجه يا ستي الكل، اهم الحاجه يا عروسه يا حلوه، اهم حاجه يا ست الحبايب، تنظمي وقتك في المطبخ. اول حاجه بداتي بيها العدس، عشان عارف هياخد وقت كبير على النار. العجينه كانت انا عجنتها وسبتها تتخمر، ده الطبيعي عشان اكسب وقت. بدات اشتغل بالتوالي وبالتوازي زي ما حضراتكم شفتوا ازاي. حطيت العدس على النار، حطيت الخضار، سبته يستوي، اشتغلت في الفطاير بتاعتي وهي على النار بتستوي قدام عينيا على النار هاديه كده زي الفل. ونشتغل في السلطه بتاعتنا مع بعض. نجيب الكروبايه الحلوه دي كده، هاخدها شرايح، وعندي زيت غزير، الكرنب الحلو ده مطلوب، هنقدمه بفكر جديد النهارده. هناخده زي ما هو كده، الله عليك يا عم الشيف، سنة شبت صغيرة عليه ونقلبه كده. عندي زيت غزير، اسيبه يسخن شوية. حلو، نجهز حاجة مع بعض هنا كده، بلانشة تانية، وناخد البتنجان اللي احنا شويناه من شوية نسقطه هنا كده بنفس السطور اللي كنا بنقطع بيه من شوية. الفطاير بتستوي، ونمسك البتنجان كده، اهرسي بالسكينة، بلاش الكبة من فضلك، زي ما هو كده. ياخد البقدونس، ياخد التوم، ياخد الطحينة، ياخد عصير الليمون، ياخد رشة الملح الصغيرة مع رشة كمون حلوة. كل ده الزيت بيسخن، أهم حاجة تنظمي وقتك في المطبخ. الفطاير على النار هشيلها دلوقتي بسرفيس تاني. مخرجنا بيقول لي العدس وصل لفين. شوف البتنجان الأول بالله عليك، شوف الحلاوة دي، ده عايز عيش بلدي، ده بابا غنوج. بس سريع. في الطحينة، في زيت الزيتون، في عصير الحامض، هنخليه على جنب، عايزه بعد شوية. حلو، ناخد الكرنب بتاعنا، اللهم صل على النبي، نسقطه في قلب الزيت. ايه الجمال ده يا شيف؟ الكرنب ده لما ينزل في الزيت هيتحمر دلوقتي، تاكل صوابعك وراه. مش هسلقه بقى، دي مدرسة تانية خالص. نجيب سرفيز التقديم، طلع لك العدس تتفرج عليه وتشوف دلع البيض طبعا اللي حطيناه من البداية. الله، ده مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي، سرفيز التقديم للسلطة. الله، تعالى يا حلو، دلعني. الله، ناخد الكرنب بتاعنا ده كده، الله، المطلوب من الزيت هنا. الله، شفت الكرنب اتغير لونه ازاي؟ هو ده، اصبح ان الكرنب من انواع الورقيات اللي اول ما بيشم النار بيشم الحامض، بيشم زيت الزيتون، بتشوفوه اتكمش كده بالشكل ده كده.
ناخده زي ما هو كده. الله ايه الحلاوه دي يا شيخ، اول مره اشوف الكروب بيتقدم كده. الطبق ده مكانه هنا. تسلم ايدك يا ام غازي. البتنجان بتاعنا الحلو اسقطه هنا. جديد ولا مش جديد يا بتوع المدارس؟ اه هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. نمسك كده الشوكه بتاعتنا.